نحن هنعمل نرشح هنختار رئيس وزراء ايضا مستغل مشاورات جاريه. وليه قعدتنا دي ما بنعنى من اخونا حمدوك؟ ليه قعدتنا دي هسه؟ ما بنعنى منه. وليه الليله دي رسلنا له الناس ودخلنا له الناس لانه يجي يكمل معانا المشوار؟ ليه هسه قعدتنا وقعدتكم دي نحن ناسنا قاعد يتفاوضوا معاه ولسه مأملين انه هو، وطبعا بيفتكر انه دي فرصه خارجته من الضغوط اللي كان بيعيشها. احنا قلنا له احنا ضفنا لك الميدان الان. ما في زول ثاني بيعمل لك متاريس ولا في زول بيعيقك. وهو حر يشكل الحكومه، ما بيتدخل في تشكيله للحكومه، اي زول بجيبه. ما حنتدخل اطلاقا في انه هو يجيب زيد او يجيب عبيد. لكن نحن بكل اسف الناس ماشيين قدام ونحن ماشيين ورا. نحن لما عملنا المناطقيه دي، انا الكلام اللي قلته امبارح، قلنا من كل ولايه حنجيب وزير، لانه المتاهه دي بتاعت الجهويه والعنصريه دخلونا فيها الناس اللي فاتوا دي. نحن زمان نحن في الجيزه، لو انا ليه قريب ده ما بعرف مدير مكتبي والله شغالين اهلهم من وين والله جنسهم شنو، ما بنعرف الكلام ما عندنا. لكن المحاصصات اللي تمت في الفتره خلت الناس يفتشوا ده من وين وده جاي. عشان كده احنا قلنا الرئيس الوزراء الجاي ده من كل ولايه اختار له زول يجيبه يمثل ناس الولايه هنا، اذا كان في الوزاره او اذا كان في، لازم السودان كله يكون موجود قاعد وشايف نفسه في حياته حق الحكم.